كنت سعيدة جدا لأني يعني من فترة أو من زمان يعني وأنا عايزة أجي، بس يعني كان كل الناس بتخوفني أنه ما تروحيش وكده. أول ما عرفوا أن أنا جاية اتبسطوا جدا وهيجولي الحفلة، فسعيدة جدا ومبسوطة كمان لأنه يعني إن شاء الله كمان قريب هيبقى في زيارات كتير هنا ان شاء الله في 2014. اعتقد انه الاصوات السنه دي كانت اكتر لانه كان البروجرام اتعرف اكتر، فكان فيه هجوم تطور في وجود فنانه كبيره زي نانسي عجرم. انا عارفه انه احمد او محمد او فرح، يعني الثلاثه يستاهلوا، الثلاثه رائعين. اسف طبعا رائع. بتمنى ان شاء الله يعني اكون دايما عند حسن ظن جمهوري. دخلت كليه اعلام، هتفيدني قوي في شغلي برضو. في نفس الوقت ممكن ادرس موسيقى بس تبقى دراسات حره، يعني انه ابقى جمعت بين الاثنين. بشكر طبعا رئيس فخامه الرئيس طبعا ابو مازن، معروف ان احنا مصر وفلسطين طبعا يعني بنحب بعض جدا. مبسوطة ان انا جيت هنا عشان انهي سنة 2013 ونبتدي سنة 2014 واحنا مبسوطين. فيا رب يا رب تكون السنة دي يعني سنة خير وامان على الوطن العربي كله ان شاء الله.